بس دي الستار في البرتغال على بطولة العالم لراليات الكروس كونتري في موسم 2012 بعد فوز التشيكي ميروسلاف زابليتال على متن هامر بلقب باها بورتاليجري. وقد حسم الإماراتي خليفة المطير لقب البطولة في الجولة السابعة قبل الأخيرة التي جرت في مصر، في حين حل زابليتال في المركز الثالث. وبعد فوزه في البرتغال انتقل التشيكي للمركز الثاني في ترتيب بطولة العالم ليتقدم على الفرنسي جان ويش لسير بنقطة واحدة، فيما تساوى البرازيلي رينالدو فاريلا مع الإماراتي يحيى بلولي في صدارة المجموعة تيتو. رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الفرنسي جان تود بجولة داخل عدد من دول المنطقة العربية ومن بينها مصر التي أقام فيها نادي السيارات المصري مؤتمرا صحفيا، حضره مراسلنا في القاهرة أحمد نوير ليعد لنا التقرير التالي. رياضات السيارات بمختلف أنواعها وبشتى سباقاتها تستلزم عنصرا هاما وحيويا وهو الأمان على الطرق، لذا يهتم الاتحاد الدولي للسيارات بمتابعة هذا الأمر في مختلف البلدان. وعلى هامش جولاته السريعة التي يقوم بها حول العالم، زار جون توت رئيس الاتحاد الدولي للسيارات مصر للتعرف على الجهود المصرية المبذولة لتحقيق السلامة على الطرق، خاصة وأن مصر تعتبر من أعلى البلدان في حوادث الطرق، مؤكدا على ضرورة نشر الثقافة المرورية. I was very happy to spend أنا سعيد بوجودي هنا للاطلاع على ما يقوم به نادي السيارات في مصر من برامج وأنشطة في مجال السيارات والأمان على الطرق، وتعاونهم مع الجهات الحكومية في تطبيق تلك البرامج وتنفيذها، وكذلك البنى التحتية لمشروعات الطرق والسلامة. أشار طات إلى أنه تم الاتفاق على أن يقدم الاتحاد الدولي منحا تدريبية للسائقين والإداريين ممن يستطيعون تنظيم سباقات تلتزم بقواعد الاتحاد الدولي، مضيفا انه يتم العمل على وضع خطة لضم شتى سباقات السيارات تحت مظلة الاتحاد الدولي. طبعا مستر جون تود رئيس الFIA في العالم، هو اسطورة، كان بتكنيكال دايركتور في فورمولا 1، كان بيشارك في الدكار، كان فهو يعني ما شاء الله لف على كل السباقات، وهو ان هم مجرد ان هم دعوه هنا وان هو كده عارف ان مصر فيها رياضة سيارات كويسة وفيها تقدم في رياضة السيارات، ده طبعا اداء قوي جدا منهم، ونود ان هو يكون الاتحاد الدولي مركز معنا في مصر ويساعدنا دايما ان شاء الله. لاول مره اتفقنا مع الاتحاد الدولي للسيارات الفاي انه يدعم برنامج تدريبي لنا في جميع المجالات زي ما انا قلت، سواء بالنسبه للدرايفرز المتسابقين او بالنسبه للمارشالات او بالنسبه للحكام وبالنسبه للاداريين الى اخره. وابتدينا نعمل ريجستريشن او قيد لجميع اللاعبين في مصر وجميع الاداريين الى اخره، بحيث يبقى في تواصل دائم بين نادي السيارات وبينهم. اعتقد دي خطوه اولى لتشجيع رياضه السيارات في مصر. تعد هذه الزياره الثانيه لجون توت لمصر، حيث زارها قبل 25 عاما وهو مدير لفريق بيجو للمشاركه في رالي الفراعنه انذاك. واكد توت ان هذا الرالي من افضل الراليات العالميه، مطالبا بتطويره بالطريقه التي تليق باسمه. بانطباعات جيدة خرج رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والسياحة من زيارته لمصر، خاصة فيما يتعلق بأمان الطرق ونشر رياضة السيارات والعمل على تنميتها ودعم أبطالها. أحمد نوير، الجزيرة الرياضية، من داخل نادي السيارات المصري بالقاهرة.